السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور وليد، جامعة الملك عبد العزيز، كلية العلوم، قسم الكيمياء. أنا النهاردة بعمل مجموعة محاضرات عن برنامج الويبمو، وده برنامج بيعمل كإنترفيس أو واجهة بين الشخص المستخدم وبين برامج الكيمياء الحاسوبية، ومناسب جدا للمبتدئين في الكيمياء الحاسوبية لأنه بيسهل عملية إدخال المركب وعملية قراءة النتائج. لو بصينا على برنامج الويبمو بصورة عامة، فهو برنامج الويبمو متاح للجست يوزرز، يعني تقدر تدخل عليه من الانترنت. لو كتبت جست ويب مو سيرفر هينقلك تلقائي على السيرفر بتاع الويبمو، وتقدر تدخل على الموقع دوت. اليوزر نيم والباسورد ساعتها بيكون جست وبعدين جست. البرنامج هناك فيه مجموعة كبيرة جدا من البرامج، ولكن المشكلة الوحيدة هو ان في تايم ليميت هم حاطينه، اكتر من 45 ثانية الرنة بتقف وبتحصل لها فين، ولكن هو كويس للأغراض التعليمية. احنا بالفعل خدنا احد الأجهزة عندنا ونزلنا عليه برنامج الويبمو الكامل، وتقدر تدخل عليه من خلال داخل شبكة الجامعة وليس من خارجها، من خلال الموقع ده. فبكتابتك للموقع ده بينقلك على السيرفر اللي احنا عاملينه. طبعا عشان تدخل لازم يبقى عندك يوزر نيم وباسورد. كل طالب هيكون ليه يوزر نيم وباسورد مختلف يقدر يدخل على الاكونت بتاعه. يا ريت اول حاجة الطالب يعملها انه يغير الباسورد من الديفولت فاليو اللي انا هديها له لقيمة تانية، بحيث ان محدش يقدر يعمل لوجن غير صاحب الحساب نفسه. بعد كده اول ما تدخل بتلاقي لسته بالحسابات اللي انت عملتها قبل كده او الرنات اللي انت حسبتها قبل كده. في الحاله بتاعتك هتكون الصفحه فاضيه تماما، تقدر تعمل فلاتر ليها بانك تبين اخر حبه، او تقدر تبين اللي معمولين ببرنامج معين، او تقدر تبين اللي اتعملوا في زمن معين، او تقدر تبين اللي ليهم حاله معينه. يعني ايه حاله معينه؟ يعني كومبليت انتهوا بصوره سليمه، running يعني ما زالوا يعملون، queued يعني واقفين في الطابور، او failed يعني فشلوا. وبعدين تدوس على الايقونه دي فيعمل update يظهر لك الحاجات اللي failed. تقدر تعمل ايه بعد كده؟ تقدر تختار اللي انت عايزه سواء واحده او هم كلهم. لو اخترت دي بيختارهم كلهم، او تختار واحده واحده، وبعد كده تقدر تعمل لهم مثلا delete او تنقلهم لفولدر تاني. في عندك هنا بتقدر تعمل مانج للفولدرز بتاعتك، يعني انت لو عندك امتحان تقدر تعمل فولدر جوه وتسميه ريزلت، او فولدر مثلا للتجربه الاولانيه، للهوم ورك الاولاني، للهوم ورك الثاني، وتبتدي تحط جوه كل فولدر من دول الملفات بتاعتك بانك تختارها، وبعدين تعمل لها موف وتختار الفولدر اللي انت عايز تنقله. طبعا في فولدر اسمه تراش عشان تلغي الحاجات اللي ملهاش لازمه. تقدر كمان تنزل الملفات ديت من على السيرفر لجهازك الشخصي، وتقدر تعمل ريفريش للحاله بتاعت العرض بتاعنا، وكمان تقدر ترجعها زي ما اتفقنا للحاله العاديه في اي لحظه. تقدر تعمل لوج اوت للخروج من الاكونت بتاعك، لكن بما ان انت ما عندكش اي رنات فهتكون عندك الصفحه دي فاضيه، وهتضطر انك تستخدم نيو جوب. نيو جوب او اي قائمه من القوائم دي في جنبها مثلث، ده عباره عن قائمه منسدله تسالك هل هتعمل جوب جديده ولا هتمبورت جوب ولا اكسكيوت انبوت فايل. ايه الفرق بين الثلاثه؟ ده لو انا هعمل انبوت جوب جديد، ده لو انا هطلع ملف امبورت جوب. يعني ايه امبورت جوب؟ يعني عايز استورد ملف جاهز. في ايه بقى في الملف الجاهز ده؟ في جوب جاهزه. تمام. ايه الفرق بين امبورت جوب واكسكيوت انبوت فايل؟ هنا اكسكيوت انبوت فايل انت عايز تنفذ ملف موجود عندك على الجهاز، انبوت فايل انت عامل. اما امبورت جوب دي بتتعمل لو انت عندك رن كامله، فعندك اوتبوت فايل من ملف سابق لحسبه سابقه وانت عايز تدخلها عندك. طب لو عندك شيء ولا انبوت فايل جاهز ولا اوتبوت فايل جاهز، فهتضطر سيادتك تعمل انبوت من اول وجديد. اول ما تدوس على كرييت انبوت جوب، لاحظ التغير اللي بيحصل في حاله